بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنكمل اخواننا الكلام ان شاء الله مع السترينجز او التعامل مع النصوص. لو احنا عرفنا اخواننا متغير وليكن من نوع سترينج، وليكن مثلا اسمه ماي سترينج، از سترينج، زي ما اخدنا بالشكل ده. طيب ودينا له قيمة وليكن اي قيمة، وليكن مثلا علي، يبقى عندنا ماي سترينج متغير نوع سترينج، او بلاش ماي سترينج، نخلي مثلا يوزر نيم. اليوزر نيم اسم المستخدم، نوع سترينج قيمته محجوزه في الذاكره بسلسله من الاحرف تتكون من العين واللام والياء، اللي هو من الاخر نص على بعضه يساوي علي. جميل. احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن السترينج، خلي بالك دوت، لا المره دي بقى هنتكلم عن يوزر نيم. مش قصدي يوزر نيم بكلمه خاص بيه، لا اي اوبجكت بيرث خصائص السترينج. عندنا سترينج كبير، اليوزر نيم نوع سترينج. طيب لو احنا عندنا مثلا ديم اكس از سترينج، برضو الكلام هينطبق على الاكس، الكلام هينطبق على الايه؟ الاكس. اتفقنا يا اخوانا؟ يبقى من الاخر الكلام اللي احنا هنقوله النهارده بينطبق على اي متغير من نوع سترينج. اتفقنا؟ طيب جميل. خلي بالك لو احنا حته جانبيه كده، لو احنا قلت له مثلا ايه؟ 2 دي دوت 2 سترينج، لاحظ هينطبق عليه برضه نفس الكلام اللي احنا هنقوله. ايه ده ايه ده ايه ده، الموضوع كبير؟ لا الموضوع مش كبير ولا حاجه. بالمنطق انا عندي يوزر نيم، تمام، هنا اهو لحظه قلت له يوزر نيم دوت، هيجيب لك كل الفانكشنز اللي خاصه بالايه؟ بالمتغير النوع سترينج. طيب جميل. طيب ايه دخل ده بالموضوع بقى التودي؟ مش التودي دي التودي ده بيجيب لك تاريخ او بيجيب لك المهم اي حاجه، تمام؟ مش انا حولتها سترينج، اه يبقى التعامل معاها هيكون ها عن طريق سترينج. يعني اول ما تقول له دوت برضه هيعتبره كانه متغير سترينج، بس مش التودي بس، كله اي حاجه ممكن تحولها سترينج تقبل. هنتكلم في الموضوع ده ان شاء الله فيما بعد، هذكركم بالحته دي تاني. خلينا في اليوزر نيم دوت. اول حاجه هناخد، مش هناخد اجريجيت، هناخد مثلا نقول او هنسيبها دلوقتي، تمام. كذلك هنسيب الاني دلوقتي، تمام. هناخد اول حاجه الكارز. الكارز يا اخوانا بيرجع لك، مش احنا اتفقنا ان المتغير اللي من نوع السترينج هو عباره عن سلسله من الحروف، سلسله من الكاركترز. جميل جميل. طيب السلسله من الحروف دي، تمام، ممكن اقول له هات الكارز. هنا بياخد مني انتجر، بياخد مني ايه؟ انتجر. بيقول لك انت عايز الحرف اللي في الاندكس، انه هو اللي في اي اندكس. هقول له مثلا اندكس رقم واحد، خلي بالك رقم واحد ما تبداش من هنا بقى، تبداش من الياء، لا بيبدا من العين، يبقى الصفر علي العين، اللام واحد، تمام. لا حولتها كده هنفهم اهو، مثلا ايمن كده، الاي ده ايه؟ صفر، الواي ده واحد، ده اتنين، ده تلاتة، ده اربعة. اتفقنا يا اخوانا؟ يبقى هنا بياخد مني رقم الاندكس بحيث يرجع لي الايه؟ ها بيرجع لي القيمة او الحرف المقابل للاندكس ده. تعال نعرف هنا ديم اكس از، او بلاش از وخلاص، بيساوي كذا، تمام. هنا هقول له اطبع الايه؟ الاكس. مسج اطبع للاكس. اتفقنا يا اخوانا؟ جميل. يبقى الاكس هنا هيعبر عباره عن اوبجكت. مش عارف انا ذكرت الكلام ده ولا لا، لو قلت له مش از عباره عن اوبجكت بس، ده عيبه اللي هو بيحجز مكان كبير في الذاكره شويه او ما بيحددش مكانه. طيب
تعال نشغل البرنامج بتاعنا، اول ما تضغط على الزرار ايه اللي يحصل؟ يعرف متغير في الذاكره اسمه يوزر نيم قيمته ايمن، تمام. الاكس بيساوي اليوزر نيم الحرف اللي موجود في الاندكس واحد اللي المفروض هو الواي، وتمام. وقلت له يظهر الاكس اللي هو هيكون ايه حرف الواي، تمام. لاحظ جاب لك حرف الواي، يبقى الكاركترز دي بتجيب لك نص جديد عباره عن حرف في اندكس معين في نص كبير، بس ده كده خاص بالايه؟ بالكارس. طيب ده الكارس، مش هناخد بقى كاست ولا افريج. الافريج هي ممكن يتقال عليها بس مش ايه يعني مش متوسط بالنسبه للنص، فمش مش هنحتاجها. طيب كلون، كلون هو ان انت هتاخد نص من نص تاني بس، او لو سمحت اعمل كلون استنساخ. الاكس هيستنسخ النص اللي في اليوزر نيم، يوزر نيم دوت كلون، استنسخ لي اليوزر نيم وحط له القيمه في الاكس، تطبع الاكس يطبع لك قيمه الايه الاكس اللي هي اخذت كلون او استنساخ من ايه، ها، من اليوزر نيم. سهل، بس في مشكله؟ مفيش مشكله. طيب كلون كومبير تو، اول ما تلاقي كلمه كومبير تو في كل الداتا تايبس اللي موجوده، هي عمليه مقارنه بين قيمتين، القيمه اللي قبلها اللي هي هنا بالنسبه لنا اليوزر نيم والقيمه اللي انت اهو هتقول له كومبير تو. ايه الفرق بين كومبير وكومبير تو؟ هما بس لفظ المصطلح. ليه؟ لان الكومبير انت بتقارن شيء بشيء، لكن كومبير تو فياخد الحاجه الاولى الاول الى مقارنه بيه، تمام. يعني هي اختلاف لغوي مش اكتر، لكن نفس الوظيفه ونفس كل شيء. هنا تقول له مثلا قارن لي مثلا اليوزر نيم مثلا بايه، بلفظه علي، تمام، علي جميل اهو. لاحظ واحد ان هو الاكبر اليوزر نيم لان ده اكبر، لكن لو قلنا مثلا ده مثلا ايه محمد مثلا اهو، طبعا المقارنه هنا لاحظ سالب واحد، يبقى ان هو الاكبر، ها، ده المقارن به وليس الايه المقارن، المقارن به، تمام. ده اتفقنا؟ جميل. زي ما اتفقنا قبل كده قلت له مثلا ايمن هيجيب لك صفر، هيجيب لك ايه صفر، لان الاثنين كده متساويين زي ما اخدنا قبل كده. الكمبير دي مش هتكلم عنها تاني، خلاص انتهى، خلاص احنا اخدناه في الديت واخدناه في السترنج بكمبير، كمبيرته هي هي بس باختلاف لفظي، لان ما ينفعش تقول له كمبير وتاخد قيمتين، لا، كمبيرته قيمه مقارنه ب، تمام. جميل. هنا تعالى نعطل، تمام كده خلاص. هنا كمبيرته بفضل الله كده اخدناه، طبعا بيرجع بايه، برقم اللي هو صفر في حاله المساواه، واحد لو الرقم الاولاني او المتغير الاول هو الاكبر، سالب واحد لو المتغير الثاني هو الاكبر. دوت هنا خدنا الكلون والكمبيرتو. هنا كونتينز، خلي بالك مش هناخد الكونكات على فكره. هنا الكونتين هو عباره عن داله، خلي بالك، عباره عن داله بترجع بولين، بتشوف هل النص ده بيحتوي، النص ده اللي هو اليوزر نيم بيحتوي على جزء انت هتكتبه سواء كاركتر او سترينج ولا لا. لاحظ كونتينز اهو، هنا بياخد منك فاليو كسترينج وفاليو كاركتر، وكذلك بياخد منك ايه المقارنه زي ما هنشوف دلوقتي. طيب هقول له مثلا ابحث مثلا هل في مثلا الايه الواي مثلا الواي والام، تمام. طبعا ده بيرجع بقيمه ايه، ها، بولين، بيرجع بقيمه ايه، بولين، فبالتالي الاكس هياخد قيمه بولين، علشان كده ما حددتش قيمه او الايه الداتا تايب بتاع الاكس، لان الاكس بقى ياخد زي ما هو عايز، وهنا يجي ايه يتحول لسترنج، تمام، امبليسيت كونفرجن، بس كده. لاحظ هنا قال لك ترو، لان فعلا بيحتوي على الواي والام. طيب لو قلت له مثلا الام والواي، النص اللي هو ام واي، اقول لك لا. ليه؟ لان مفيش بالترتيب بيحتوي على ايه الام والواي، اتفقنا يا اخوانا؟ يبقى القيمه دي بترجع ترو او فولس. طيب بين الكونتينز، خلي بالك هنحتاجها فيما بعد ان شاء الله. هنا كابيتو، خلي بالك الكابيتو ان انت، او بلاشها مع، لان هنا مش هحتاج، لا بلاشها خالص، بلاشها الوقت خالص. خد الكاونت اهو، هنا
بالشكل البسيط بتاعها ده، خلي بالك لانها بتاخد حاجه ايه فانكشن جواها هنتكلم عنها ان شاء الله فيما بعد، تمام، اسمها الاكستنشن فانكشن. لاحظ هنا الكاونت هجيب لك العدد 5، هي خلي بالك هي الكاونت بالشكل بتاعها ده بتساوي حاجه اسمها لينس، اسم السترنج لينس، بيجيب لك برضو طول، ها طول ايه اهو 5، طول احرف او عدد احرف الايه السترنج او النص. اتفقنا؟ جميل. يبقى اخر اندكس، خلي بالك عشان اجيب اخر اندكس في عايز اجيب حرف الان، عايز اجيب اخر حرف ليه، هي في داله جاهزه بتجيب اخر حرف، لكن عايز اجيب اخر حرف ليه هقول له الاتي اهو، احنا خدناها بقى دوت كار، مش دوت كار دي بتجيب لي بياخد الاندكس بتاع حاجه، اقول له هات لي طوله، هنا عايز اجيب اخر حرف. طيب هقول له ايه اجيب اخر اندكس ازاي؟ بقول له يوزر نيم دوت لينس ناقص 1 بس، يجيب لك اخر حرف ازاي؟ واحده واحده تعالى نفكر فيها. ده ايه اهو 0، ده 1، ده 2، ده 3، ده 4. جميل. طوله 5، اللينس بتاعه 5، تمام. طيب اخر اندكس اللي هو 4، يبقى اخر اندكس بيساوي الطول ناقص 1، دايما بيجيب لك اخر اندكس، الطول ناقص 1 بيجيب لك اخر ايه اخر اندكس. طيب جميل، انا هنا عايز اجيب اخر حرف اللي هو اخر اندكس اللي هو قيمته ايه اهو يوزر نيم، اول حاجه اجيب لي يوزر نيم دوت لينس ناقص 1 اللي هو هيبقى في حالتنا دي 4، ممكن اتغير على حسب السترنج، تمام. ثم اقول له كانك بالظبط بتقول له الكاركترز ال4، لاحظ كده يجيب لك اخر اهو اخر حرف، تمام يا اخوانا. طيب في طريقه تانية اسمها او بلاشها دلوقتي، ناخدها بالدور عشان ما نلخبطش بعض. طيب يبقى احنا كده اخدنا بفضل الله، اخدنا قبل اللينس اخدنا حاجه تانية الكاونت. طيب هنا الديفولت او الامتي مش محتاجين، هنا الديستنكت برضو نفس الفكره، هنا اند ويز، هنا اند ويز برضو، شفت الكونتين هي بترجع ببولين، بتشوف لك اول ما تلاقي حاجه اسمها بولين اسال نفسك اند ويز يعني هل بتنتهي بيه، هل بتنتهي بيه حرف مثلا الان، يرجع لك برضو قيمه ترو او فولس، يرجع بايه بترو او فولس. لاحظ ترو بالفعل بينتهي بالان، طيب هل هو بينتهي بالواي؟ تمام، تلقائي هقول لك لا فولس لانه مش بينتهي بالواي، ده هو بينتهي بالان. اتفقنا يا اخوانا؟ جميل. يبقى كده بفضل الله عرفنا اند ايه اند ويز. طيب هنا اند ويز، في هنا ايكوالز برضو مش هناخدها دلوقتي، لو انت بتقارن بين اتنين تمام اهو ايكوالز، اقول له مثلا ايكوالز مثلا، هل ايكوالز مثلا ايه احمد، هل ايمن ايكوالز احمد، تمام هيجيب لك هنا فولس. طيب هل قلت له مثلا عرف متغير تاني مثلا او ايمن المتغير اللي اسمه يوزر نيم، هل هو بيساوي ايمن النص اللي اسمه ايمن برضه؟ طبعا ممكن اول ما تلاقي هنا ده بياخد منك سترينج، ممكن تحط اي قيمه سترينج ايا كانت بقى، لاحظ هنا ترو ده ايكوالز ده، ده مساوي ده، يا اخوانا عايزين نفتح الموضوع شويه، بمعنى دي بياخد مني قيمه سترينج او ده بياخد مني قيمه سترينج، جميل، ممكن ياخد هنا اي حاجه سترينج بقى زي ما اتفقنا، تيجي من داله، تيجي من مجموعه سترينجز مع بعض او كاركترز مع بعض، المهم في الاخر المجموع انا عايزه يبقى سترينج، هو الراجل بيقول لك كده اهو. لاحظ الايكوالز بتاخد منك ايه اهو، لاحظ بين القوسين اللي ظهروا فاليو از سترينج، فاليو از سترينج في السطر الاول، فاليو ايه از سترينج، تجيبها لي بقى عن طريق زيد، عن طريق عبيد، عن طريق عبد الرحيم، عن طريق السيد، مالناش دعوه، المهم يرجع في الاخر تحط لي بين القوسين دول قيمه سترينج بس، انا مش عايز غير كده. اتفقنا؟ جميل. تحط لي بقى عن طريق داله، تحط لها عن طريق متغير، تحط لها عن طريق الجن الازرق، انا عايز في الاخر سترينج بس، هو ده اللي يهمه، ده ميزه البرمجه وحلاوه البرمجه. طيب تعالى ناخد ايه الداله اللي بعدها. لسه ما وصلناش لهنا، احنا كنا واقفين عند ايكوالز. طيب بلاش الاكسبت وبلاش برضو الفيرست دلوقتي، او خلينا ناخد في الفيرست، ماشي. الفيرست بيجيب لك، مش هناخد دلوقتي الاكستنشن بتاعه، يعني في حاجات اسمها اكستنشن مش هناخدها دلوقتي، تمام، هتبقى متقدمه شويه. الفيرست اقول له مثلا هات لي فيرست مثلا حرف الواي، فيرست حرف الواي، تمام. طيب تعالى نشوف اهو،
لا ما ناخدش حرف الواي دلوقتي، الواي يبقى اكستنشن. لاحظ هنا نقول عايز الفيرست، اول حرف هيجيب لك اول حرف، تمام؟ الاي جميل، عكسها لاست اهو، جيب لي اخر حرف اللي احنا كنا ايه ها عملناها بالطريقه التانيه. لاحظ جاب لك الان، تمام؟ في حاجات جوه بقى اسمها اكستنشن، اللي انت تعمل فانكشن وتقول له ايه المهم حاجه متقدمه مش هناخدها دلوقتي. يبقى احنا كده خدنا الايه الفيرست، وقفنا عند الفيرست، خلي بالك مش اللاست، الاف، انزل عند الاف او اطلع عند الاف، تمام؟ ادي كده الفيرست. مش هناخد برضو الفيرست اضيفت ولا جيت انريتور. هنا جيت تايب، على فكره جيت تايب دي يا اخوانا خلي بالك موجوده في كل الفاريبلز تقريبا، هاني بيها، تمام؟ موجوده في ايه ها في كل الفاريبلز تقريبا. يعني ايه ببساطه الجيت تايب؟ هو بيجيب لك نوع المتغير اللي انت ايه عليه. يعني لو انت عندك متغير اهو جيت تايب هقول له كده، بس مش بتاخد منك شيء اصلا. لو انا عندي متغير مثلا من نوع هقول له مثلا ديم اكس اهو، نوعه مثلا متغير از سترينج، في مشكله في كده؟ مفيش، بلاش الاكس خليه الواي، تمام؟ وانت هتطبع هنا الواي دوت جيت طيب اهو الداله دوت سترينج، بعد ما الداله تنتهي طلعها لي دوت سترينج، تمام؟ اهو بس لازم هنا يبقى يكون دوت سترينج، هيطلع خطأ، هيطلع خطأ هنا، تمام؟ لان اوبجكت ست نو ريفرنس. طيب خلاص ماشي، اديله هنا مثلا يساوي مثلا اي قيمه مثلا كده اهو احمد مثلا، بس خلاص تمام كده. لاحظ قال لك ايه سيستم سترينج، نوعها سيستم سترينج بس من نوع ايه ها اري. ايه ده عارف ازاي؟ ما هو ده ميزه الجيت تايب. لو قلت له هنا الاكس اطبع قيمه الاكس، خلي بالك هيطلع خطا. ليه؟ اقول لك انا ليه. الاكس ما ينفعش يحول النص، لاحظ ما ينفعش يحول النص لايه اهو، هيطلع خطا يقول لك ما ينفعش، مش قادر احول اهو البرومبت لسترينج، لازم انت تحوله لي باب ايه بطريقه يدويه. خلاص اقول له ماشي انا موافق، لا اما تحوله لي هنا اهو، هقول له اكس دوت سترينج، ما هو ما قدرش يحوله بطريقه امبليسيت، احوله انا ايه اكسبليسيت بقى بطريقه صريحه، تمام؟ اهو، او احط الدوت سترينج فوق زي ما ناخد دلوقتي اهو، نوع سترينج فين قوسين؟ لا ده سترينج عادي، نوع ايه سترينج اهو، او تقول له دوت تو سترينج هنا، يعني بعد ما نتيجه الداله حولها لي السترينج كمان. طبعا مش محتاج هنا بقى، تمام؟ او ممكن احطها مش تحصل حاجه، بس كده انا بزود بقول المتقال يعني، تمام؟ وصلت يا اخوانا؟ جميل. يبقى كده بفضل الله اخدنا بعض الدوال اللي تتقال على الداله الاخيره دي، بتتقال على كله، انتجر بقى مش انتجر اي شيء، اتفقنا؟ طيب يبقى كده بفضل الله يا اخوانا اخدنا شويه دوال عن طريق معالجه السترينج. هنكمل الدرس القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.